الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الأصل والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.